انا جاي طبع شرع الله. جاي طبع شرع الله. جايب معاك صحابك؟ طبعا. طب هات صحابك كده. اتفضل يا عم. تعال انت جاي تعمل ايه؟ ان شاء الله جاي بشارك في تطبيق شريعة الله. جاي مع مين؟ جاي مع ابن خالي وابن خالي الاخر. يعني انت تقرب له ايه؟ انا قريب له. هو المفروض يبقى عمي وخالي. هو يبقى عمك وخالك؟ امه وقريبتي وابوه وقريب. ثواني بقى عشان افهم الموضوع من الاول ايه بقى؟ هو احنا جايين عشان نتابع الشريعة. انا وابوه. انتوا تقربوا لبعض ايه؟ هو ابوي هو يبقى انا خاله وعمه من ناحيه امه وابوه. امه وابوه يقربوني. يعني انت اخو ابوه واخو امه؟ لا مش اخو ابوه واخو امه. امال ايه؟ امه وابوه ولاد خالي. اه ده بنت خالتي. دي بنت خالتي وده ابن خالي. وانا ابنهم. انت ابنهم؟ اه. وده مين؟ ابوك؟ ده ابو ابن جوز اختي. ابن جوز اختك؟ ابن خالي. يا عم يلا يا عم يلا يا عم. انت هو يا عم ابن خالي. انتوا عيلة غريبة قوي بجد.